مرحبا بكم، ها حكيمة بلاصيما. كيما راكم تشوفوا رانا حين نحضروا بطاطا شطيتها. انا هاد البطاطا رجيت البطاطا على حساب العائله تاعي، ودرت حبه طوماطيش قطعتها قطع صغار، ودرت راس ثوم. الثوم البطاطا تحب الثوم، ودرنا بغير فمسوحه تاع الفلفل الكحل، يعني شويه ماشي بزاف، والعكري والملح وربع مغارف تاع زيت. ورانا حين نحطوا البطاطا تاعنا تتقلى غير على نار هادي. هنا راني نقلي في البطاطا تاعي بلا ما درنا لها فطره تاع الماء. هنا عندي هاد الفلفل، راني رايح نزيدو البنة في البطاطا تاعي، وخلو البطاطا تتشمر. بعد ما تتشمر نوريها لكم في طبق التقديم. انا هنا شوفوا الطوماطيش حليتها غير في شويه من غير تاع الطوماطيش المصفره، ورانا رايحين نديروها للتمريقه تاع البطاطا تاعنا. البطاطا تاع نهار اليوم اللي حضرتها معاكم كيما تشوفوا، هاد البطاطا درنا لها الفلفل وزدت لها البيض، وتقدروا يعني ديروا لها البيض تزيد بنه كبيره، وان شاء الله ديروها العائله تاعكم ولا درتوها تاكلوها بالصحه. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.